تعقد جمعية الهلال الأحمر المصري المؤتمر الصحفي الثاني بشأن استمرار تنسيق المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني. للمزيد ينضم إلينا المدير العام لمستشفى شهداء الأقصى في غزة الدكتور إياد عيسى أبو زاهر. أهلا بك دكتور إياد. ماذا بشأن التنسيق من أجل وصول المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني؟ أهلا وسهلا بحضرتك. يعني القوافل اللي دخلت من بوابة المعبر المصري لأهلنا في قطاع غزة لم يتم توزيعها على المستشفيات حتى اللحظة. إحنا في مستشفى شهداء الأقصى في المحافظة الوسطى لمدينة غزة، هذا المستشفى الوحيد الحكومي الموجود في المحافظة الوسطى ويخدم تقريبا 330 ألف نسمة. بعد تهجير أهلنا من محافظة شمال غزة ووسط مدينة غزة تضاعفت الأعداد وبات عبئا كبيرا على المستشفى من حيث السعة السريرية. حاولنا أن نضاعف هذه السعة السريرية والكادر نفس الكادر، ولكن المهجرين من الشمال ومن غزة لا يجدوا أسرة، لا يجدوا أسرة، كلهم يقصفوا على الطرقات ويقصفوا في أروقة المستشفيات. وضع في المستشفى الشهداء الأقصى وضع كارثي، لا نكاد نجد سرير واحد لأي مصاب. المرضى الجرحى على أبواب غرف العمليات لا تجد سرير، حتى لم ينجى جثمان الشهداء من هذا الاعتداء. لا يجدوا ثلاجة، أتينا بثلاجات الآيس كريم ولا تتسع، وضعنا خيام على بوابة الطوارئ لا تتسع. نعم دكتور إياد، تقول إن المساعدات الإنسانية من الهلال الأحمر المصري ومن مصر بصفة عامة لم تدخل بعد، هل السبب عمليات التدقيق التي ربما تأخذ وقتا طويلا، أم أن يعني ما السبب المعلن لذلك؟ يعني هو بدأت القوافل تدخل بالأمس، وأنت تعرفي جيدا توزيعها وتدقيقها وإرسالها للمستشفيات يحتاج إلى قليل الوقت. بدأ اليوم حسب ما أعلموني في الوزارة أنه سيتم توزيعها بشكل عاجل وسريع وإسعافي للمستشفيات. يعني بهذا الصدد دعيني أشكر الأم الحاضنة جمهورية مصر العربية التي نتشرف بها جميعا، ونحن نقف أمام هذا العدوان البربري لا نجد إلا رب العالمين عونا لنا، ونسمع حناجر إخواننا المصريين يعني تصدع بكلمات تشحذنا همم. فضل الله عز وجل لنا خاصرة قوية جدا هي جمهوريتنا، جمهورية مصر العربية، التي بإذن الله تعالى لن تدعنا يعني فريسة سهلة لهذا الاحتلال الغاشم. نحن نجد في مصرنا مصر العروبة الدعم النفسي والدعم اللوجستي والدعم من كل أنواع الدعم. نحن لن نخذلكم بإذن الله تعالى. نعم دكتور إياد، يعني أنت ذكرت منذ قليل أن الخدمة الصحية في غزة تنهار يعني من لحظة إلى أخرى. بالأمس مستشفى شهداء الأقصى وغيرها من المستشفيات عانت كثيرا من القصف وعانت كثيرا من استقبال المصابين من وإلى هذه المستشفيات. إذن الوضع صفه لي فيما يتعلق بالإمكانيات القليلة المتاحة حاليا في مستشفيات قطاع غزة، وإلى أي مدى ستصمد هذه المستشفيات؟ بصراحة بعد أسبوعين ونيف من الاعتداء فعلا قد نعلن عن بعض أقسام تم وقف العمل فيها باستثناء العناية المركزة وأقسام الطوارئ والعمليات. تم ترشيد ما لدينا من وقود في المستشفيات حتى يكفي إلى هذه الأقسام الحساسة. مياه الشرب تصلنا الآن للحضانات والخدج، لكم أن تتخيلوا المياه التي تصل. نعم دكتور إياد، على أي حال أشكرك. نعم للخدج والأطفال مياه غير صالحة للشرب، أمهاتنا بتحضر الرضاعات مياه غير صالحة للشرب. نعم الكادرنا الطبي في العمليات والعناية المركزة يتلقوا اتصالات إما تهديدهم أو إما تم قصف بيته. الطاقم الطبي يعمل تحت تأثير نفسي كبير جدا، منهم من تلقى أسرته وأهله شهداء وأشلاء، منهم من دخلوا غرف العمليات
وباشروا معهم واستشهدوا بين أيديهم. وضع مستشفياتنا في القطاع كارثي. دكتور إياد، ماذا تفعلون عندما يأتيكم تحذيرات بإخلاء المستشفيات التي يعني يعلنون أنهم سيقومون بقصفها؟ يعني ما الحالة التي تكون في هذه المستشفيات وأنتم بين أيديكم مرضى ومصابين وعمليات جراحية وما شابه؟ ما وصف الحالة في تلك الأثناء؟ تلقى بعض الزملاء من مدراء المستشفيات تهديدات بالإخلاء، وقاموا بشرح الوضع بأن لديهم خدج ورطع ولا يستطيعوا إخلاء المستشفيات، ولكن نعمل بالموجود. نحن أمام عدو لا يعرف الإنسانية، لن نبرح مستشفياتنا ولن نترك أولادنا وأمهاتنا فريسة لهم. سنعالجهم ونطبقهم حتى لو انتزعنا بالأسفنجة من دمائنا سنعطيهم من دمائنا، لن نخرج من المستشفيات أبدا. نعم نعم، لكم تعازينا وأيضا لكم التحية على كل هذا النضال. أشكرك شكرا جزيلا دكتور إياد عيسى أبو زاهر.